السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. دعوة إلى السلطان. ليش؟ لأن صلاح السلطان به يصلح شأن البلاد. والحمد لله احنا سمعنا هذه الأيام مبادرات عظيمة جدا، رغم أن سلطاننا المحبوب أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس رغم ظروف صحية نسأل الله له الصحة العافية والشفاء العاجل، نسأل الله تعالى أن يجبر عظمه ويقوي شكيمته، ونسأل الله تعالى أن يطهر بدنه من كل الآفات والأمراض والأسقام ويعطيه القوة ويعطيه المدد، وينطلق إن شاء الله في الإصلاحات وينطلق إن شاء الله تعالى في المبادرات الحسنة. غير البارح واليوم كل نهار كنسمعوا مبادرة حسنة، بالأمس مبادرة عظيمة جدا صفقت لها دول أجنبية، وهي الأمر بالعفو الملكي على عدد كبير من الأفارقة، تم العفو عنهم ونبدأ صفحة جديدة وعفى الله عما سلف، خصوصا ممن ظهر عليهم الصلاح وممن سجلوا نقط إيجابية. راه اليوم رجال الأمن في جميع المخافر ديال السجون، إدارة السجون اليوم كان استنفار، الكل كان يعمل على 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 تصريح هؤلاء والقيام بالإجراءات اللازمة، ثم أنهم كيوصلوهم إلى باش يكملوا الإجراءات يوصلوهم إلى بلدانهم سالمين معافين وعفى الله عما سلف. هذا خلق العفو. العفو الملكي هو مأخوذ من العفو الإلهي، ربنا عز وجل من أسمائه العفو. وكانت أمنا عائشة تقول يا رسول الله إذا أدركت ليلة القدر ماذا أقول؟ كان يقول قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. العفو هو عفى الله عما سلف، الله يسامح، وخا العقوبة كاينة وخا الجريمة كاينة، إنسان كي عنده حسن نية ويظهر عليه الصلاح كفى، الله يجعل نبداو صفحة جديدة. هذه مبادرة حسنة جدا جعلت أنظار المنتظم الدولي يلتفت نحو المغرب ويسجل له نقطة حسنة ويصفق له بحرارة. هذا وقع بالأمس. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.